غيب الموت يوم السبت 1 فبراير 2020 أمينة قاسم مراد، سنها 13 سنة، وهي حفيدة الإعلام الراحل طارق حبيب بعد صراع مع المرض، وهي ابنة رشا طارق حبيب. ويقام العزاء لمدة 3 أيام في منزل الأسرة بكومباوند نيو جيزة بالكيلو 22 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الله يرحمها. وكشفت الإعلامية والفنانة جينا سليم زوجة عم المتوفاة في تصريح للوطن تفاصيل الوفاة، موضحة أنها شعرت بحالة إعياء شديدة فجر يوم السبت بشكل مفاجئ، وجرى نقلها إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وتابعت أن أمينة الطالبة بالصف الثاني الثانوي فارقت الحياة بعد ساعات معدودة من دخولها المستشفى، لافتة إلى أنها الابنة الوحيدة والأكبر لرشا طارق حبيب، ولديها شقيقان وهما عمر ومحمد. ديت حفيدة طارق حبيب الله يرحمها. طارق حبيب طبعا إعلامي معروف ومحترم جدا، كان في لقاءاته هنشوف برضه نبذة عن حياته وإيه اللي قهره قبل ما ماته. جدير بالذكر أنه في 2014 أقام بيت السناري الأثري بحي سيدة زينب بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية معرضا يضم مجموعة نادرة من مقتنيات الإعلام الراحل طارق حبيب إحياء للذكرى السنوية الأولى لوفاته. والتقط فيديو السبعة بزوجة الإعلام الراحل سهير قصوى، والتي روت أبرز ذكرياتها مع الراحل، مشيرة إلى أنه توفي مقهورا وأنه لم يكن راضيا عن وضع كل من المشهد الإعلامي والسياسي. وقالت: أنا لي الشرف إني كنت رفيقة طارق حبيب، مضيفة أنه لم يكن يصرح بألم مرضيه الذي عايشه لعدة سنوات حتى وفاته. وعن آرائه السياسية أوضحت قسوة أنه كان يحب الرئيس الراحل السادات، ومات حزينا على عهد الإخوان، ولو كان عاش لثورة 30 يونيو لكان داعما له. وعن الساحة الإعلامية تشير زوجته إلى أنه لم يكن راضيا عن أداء الإعلاميين، وذلك بعد تدني أسلوب الحوار الإعلامي وطريقة إدارة الحوار والتطاول والإسفاف التي طالت كثير من البرامج، مشيرة إلى أنه لم يكن يقاطع الضيوف كما يحدث حاليا. دي زوجته اللي هي تاني واحدة من على الشمال، أنا اللي هي على الشمال زوجته السيدة سهير قسوة، تاني واحدة برضو على الشمال. جدير بالذكر أن الإعلامي طارق حبيب توفي عن عمر ناهز 77 سنة في عام 2013، وكان أحد أبرز الإعلاميين المصريين مع أجمل المنى وأرق تحياتي. بمجرد أن تسمع هذه الجملة الرقيقة تتذكر على الفور الإعلامي الكبير طارق حبيب، الذي كان دائما ما ينهي لقاءاته مع ضيوفه بها. طارق حبيب على الرغم من تخرجه في كلية الحقوق إلا أنه عاشق الإعلام عشقا شديدا، وهو ما جعله يرفض ارتداء عباءة المحاماة ليتجه إلى العمل الإعلامي. فقد بدأ صحفيا ثم معدا للبرامج، وكان أول برنامج أعده هو برنامج الكورة فن للمايسترو صالح سليم، وبرنامج كلاكيت مع الإعلامية نجوى إبراهيم. وقد زاعت شهرة طارق حبيب بعد أن قدم أول برامجه اتنين على الهوا، وكان البرنامج يقوم على استضافة اثنين من نجوم الفن أو الأدب، بينهما منافسة، ويسألهما نفس السؤال ليتلقى إجابات مختلفة. ومن أشهر برامجه من الألف إلى الياء وأوتوغراف وتلسكوب وأمس واليوم وغدا وغيرها من البرامج الناجحة. في صور نادرة لي هنا مع نور الشريف الله يرحمه، مع عمر خورشيد الله يرحمه، شقيق شريهان، وهنا صورة نادرة مع رشدي أباظة وسميها جمال وهو بيحاورهم.
وفاجأ طارق حبيب مشاهدي عام 2002 أثناء الاحتفالات بذكرى ثورة يوليو بإذاعة برنامج وثائقي يحمل اسم الملفات السرية للثورة المصرية، والذي حاور فيه أكثر من 70 شخصية ارتبطت بحكام مصر فاروق ومحمد نجيب وعبد الناصر والسادات، وعرف بعدها بأنه معشوق الرؤساء. حاور طارق حبيب عدد كبير من العظماء في كافة المجالات السياسية والفنية والأدبية، وكان أبرزهم حواره مع الأديب الراحل توفيق الحكيم والرئيس الفرنسي ديستان والزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا وملكة مصر والسودان ناريمان زوجة الملك فاروق. كما حاور الدكتور مصطفى محمود والشيخ متولي الشعراوي والفنان محمد عبد الوهاب وطه حسين وأديب نوبل نجيب محفوظ وغيرهم الكثير من العمالقة. يذكر أن الإعلامي طارق حبيب ولد عام 1936 وبدأ العمل في التلفزيون المصري عام 1970، وكان آخر برنامج قدمه برنامج طارق حبيب يتذكر، والذي قدمه في قناة التحرير مع بداية صدورها بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه فضل الابتعاد عن العمل الإعلامي والجلوس في بيته إلى أن وافته المنية عن عمر يناهز 77 سنة بعد حياة إعلامية حافلة. الله يرحمه، كان راجل محترم جدا. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.